هذا، وعن صيام التسعة أيام البيض، التسعة أيام عفوا من ذي الحجة، فورد فيها حديثان عن رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. الأول حديث عائشة قالت: ما صام النبي العشر في بيتي قط، وهو في صحيح مسلم. والآخر حديث من طريق هنيدة بن خالد، اختلف عليه مرة عن بعض أزواج النبي، ومرة عن حفصة، ومرة عن أم، ما ترك النبي صيام العشر قط. فالحديث في سنده مقال الأخير. وعلى أي حال فالصوم عمل بر، من شاء صام ومن شاء أفطر، ويمكن الجمع في حال إذا ثبت الخبر الثاني وأراه ضعيفا بأن يقال إن النبي صام عند بعض النساء وأفطر عند البعض، والله أعلم.